واحد متاع فكر كبير كبير كبير. والتلهاو كان بالبعد الروحاني. عندنا برشا صوفية خشان ومن قديم الزمان، وعندنا برشا مفسرين وبرشا البعد الديني فقط، ونساو البعد الفكري. بينما كلمة فكر، كلمة فكر اللي هي حديثة جدا كانت موجودة في فرنسا في أوروبا حتى القرن العاشر. الكلمة نفسها كانت موجودة، بونسي، لا بونسي ما كانتش موجودة. أحل الفكر كانت تلقاها حتى في قصار المفسر مثل القرآن، معناها وقت اللي ثم كافر كبير كان معادي الرسول يقولوا له الوليد بن المغيرة، نزلت عليه سورة اللي هي في المدثر سورة كاملة. ثم فكر وقدر، قتل كيف قدر، معناها قتل كيف قدر، أبي 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 مخشنه، معناها ربي معجب به، معجب بالتفكير متاعه أما اللي كافر. ومن بعد يقول شنهزوا لجهنم سنصله سقرة وما أدراك ما سقرة، على خاطر كان يعايب في النبي ياسر، وهذا كان يعتقد أن القرآن فكر. الوليد المغيرة هذا كان يقول إن لفيه حلاوة وطلاوة، وكان الكتاب خشين، وكل لكن أخويا محمد نحبش نمن به ونحاربه. دونك الفكر في القرن السادس والسابع ما كانتش الكرة الأرضية تسمع بكلمة فكر. احنا جينا قلبنا الشامية، وابتداء من القرن الرابع هجري قلنا اولا ساغلق باب الاجتهاد. ما فهمتش علاش، معناها كان انسان عنده دار تمشي مليح وريستورون يمشي مليح، حك راسه وسكر، قال ما يودي هاي ثم كيونات وثم ماكله معجبين بها العباد، علاش تسكر فيه؟ باب الاجتهاد اللي خالف تسكير باب الاجتهاد هذا لحد وقتنا هذا عمل العجيب. تو تصوروا، مثلا نعطي مثال برك، واحد من الناس اللي المسلمين اللي معناها ما سمعش كان في حكاية تسكير باب الاجتهاد اسمه محمد قبيل الاكستاني، اللي في اللي صاحب كتابة تجديد الفكر الديني، معنا على خاطره هو مجتمع متخلف تماما لحد الآن، مثل الباكستان وبنغلاديش اللي هو كان مهم، خاطر بنغلاديش انقسمت أخيرا بعد الباكستان على الهند، متخلف معنا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية، وما عندهمش نقابات كيف نحن، وما عندهمش نساء من وقت حتى وحدة بنت الشيخ تمشي للمكتب وتولي طبيبة إلى آخره، ما عندهمش. رغم هذايا عندهم هما عادي أنه مرا بريم مينيستر نظير به عادي، أنه ما بينما لحد الآن احنا ما وصلناش أنه نتصور مرا بريم مينيستر، مازلنا حتى بورقيبة وحتى بن علي وحتى الناس اللي سخروا روح مودرن ولايكيين كانوا يسنكفوا ويخافوا من المجتمع التونسي أنه ما يقبلش يكون مرا رئيسة ولا رئيسة حكومة ولا حاجة. تصوروا على خاطر هالسيد هذايا ولا المعبود، معبود معنا بين ظهرين بعد الله عز وجل. لك الباكستانيين كل الشعب بسيط بالنسبة لي، محمد إقبال كما فريد الدين العطار عند الفرس وإلا حافظ عند الفرس كان بالنسبة ليهم المفكر الأعلى، وأعلى شيء في الإنسان هو الفكر. هذاك علاش يقبلوا، لأنه نظل معناها على حرية المرأة ومساواة المرأة مع الرجل من قبل حتى في كتابه، أنا فند الأقويل أنه المرأة معناها ثانوية بالنسبة للبشر إلى آخره، ووصل أنه الآن الباكستاني العادي حتى شعبي حتى الشحات يعني السائل في الشارع عندوش مشكل أنه مرأة تحكم هي رئيسة الدولة، معناها كما كانت بنظير بيت وغيرها، واللي يقول ثم رئيس الدولة تحكم يروا البي دي جيات وروا رئيسات الأقسام وروا بالبارع معناها موجودين. إذا نرجع لكلمة الفكر، تحمست أنا كيف قلت كيفاش تبا ذي معناها اللي عنده بعد فكري غير الإنسانية في وقت معين غيرها تماما، معناها حول وجهتها، كيفاش معناها نحتفظ برك بالبعد الروحاني والبعد التعبدي متاعه. وين البعد الفكري وين موجود؟ جيت الفركس حلد علي نانتي كبير، بديت البحث متاعي تقريبا من عام 82 بالضبط، والبحث هذا بديته مش في كتب
بالطبيعة الكتب بركة يجب تقرأ الطبري، يجب تقرأ ابن الأثير وابن الكثير والأحاديث والتاريخ الواحد وكله، معناه يمكن ياسر الحقيقة فقدت بصر متاعي من هذا أخيرا، يعني فقدت عام 2003 بدأ يضعف حتى اندثر. مش بالكتب برك، بالمطالعة بركة والبحث في المكتبة الوطنية وغير الوطنية في أمامين العالم، لكن القاع في الأرض، معناها كي نمشي البترا في الأردن ولا نمشي الأثار سوريا ولا الجزيرة العربية، معناها في عسير وفي اليمن وفي حضرموت وكل هذا وكل زوتهم بحثا عن البعد الفكري متاع القرآن، ولكن أيضا في مواقع نتصور أنه القرآن اللي هو كلام اللي خلق العالم يعرفهم، نتصوروا يعرفهم. احنا غرتنا حاجة تقتل بضحك لتوا نعتقدوا فيها، انه القرآن نزل مكة والمدينة والطائف ونجد والحجاز، تو كلام فارغ، يقول لك ان ارسلناك للناس جميعا، يعرف شو يقول العالمين، ان الكليه هذه العالمين ما يعرف شي يقول، بعثوا الاسكيمو، بعثوا الامريكاني بعد 30 الف سنه و 40 الف سنه، اما هذا وقتك الوقت يخلوط، انا من اللي هو ما يخلوطش، ان ارسلناك جميعا في القرن السادس، يعرف شي يقول، اذا يلزم يكون يحكي على كل شيء والا يشير الى كل شيء. فمثلا ما راعني الا في جزيره من جزر البحر إيجا، لامير إيجي، في عرض البحر المتوسط حذاء أثينا حذاء اليونان تنتمي اليونان، نلقى حضور عربي تاع أسماء موجودة في القرآن الكريم. المثال هذا الوحيد، ثم برشة أمثلة، برشة 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 تقولكم حتى تعرفوا شو قاعد نقول. في معبد أبولون ما كنتش محضر روحي، نلقى ستيل، معناها ستيل هي اللي تبدا ثم عرضه حتى في جامع زتون، معناها الفوق فيها ديكوراسيون نوار وورق والكل، معناها الستيل كورنتيان نتاع العرس هذاك مكتوب عليها باليوناني، انا نعرف نقرا اليونانيه معناها، وعندي دي او اس ميتريز، كاين ماستر بين الماستر وبين الميتريز، ما عادش موجود الشهاده اسمها دي او اس ديبلوم ديتود سوبيريور نتاع يونانيه قديمه، نقرا هذا الذبح او هذه الضحيه او هذا الهدي، كبش ولا بقره ذبحوها عند النصب هذا، هديه من تاجر يوناني الى الاله أبولو، ومن التاجر العربي الى الاله ود، من عند التاجر العربي مكتوبه رابوس بكريوم، مكتوبه يعني يولي ما الالهين هذوم، الاله اليوناني ابولو والاله العربي ود، ما كيف كيف، خاطر ما نجمش الا نهدي نفس الهدي الى اله معين، سواء اله مطر او اله الزراعه او اله الصحه والعافيه والطب والاخره، كل اثنين مع بعضهم يهديوا الإله من صنف واحد. إيش ود؟ هذه موجودة في القرآن، كلمة ود إله موجود في القرآن. قال نوح ولا تذرن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، شنو ما ود اللي احنا عمري كنت نقولوا إله كما بالقلب وثني صنم دا كوردو، مثلا ما كان رب واحد وإحنا التوحيد جانا وكل، علاش هجم عليه القرآن وش كان يمثل إلى آخره وش، فوجد أن ود هو إله الحب كما بولون إله الجمال وحب في نفس في المنطقة الأخرى، يود باش تحلي قربلة كبيرة للقضية هذه. شنو أعطاه كلمة ود في العربية؟ أعطاه كلمة مودة، الناس كل يعرفوا المودة هو الانتساب إلى هذا الإله الذي يصبغ الحب على الناس إلى آخره، لكن أعطاك كلمة أخرى لتوا فهمتني شمناها القرآن وقت اللي في يعدد تعداد علامات الساعة، الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا كذا وكذا، يقول وإذا الموءود سئلت،
يعني ود كانت ضحية تقدم إلى ود. يعني مش حكاية اللي قالوها لنا المحدثين وقالوها لنا الرواة أنه واحد حك رأسه بنته ما عجبوش اللي جاته. لا يا أخي قوم يدفنها حية في القاعة. لا ما نتصورش، خاطر السيد عمر اللي يقولوا دفن بنته زاده وبكى قبل مجيء الإسلام، نتصورش كان مجنون إلى حد مازال المعزة الظناء موجودة في قرن السادس كما توا. معناها ما تبدلناش، ماناش ناس أصحاب الكهف نتاع بكري، احنا هذاك نتاع الكهوف اللي يشبهوا القرودة. لا، كيفنا كما في الأحاسيس كما سيدنا عمر وقتها وفي معاصري سيدنا عمر، معناها ما تبدلش. نحبوا وليداتنا وكل، لكن توا فهمت أنه كانوا يقدموا ضحية بالسيف عليهم، كما إيفيجيني قدمها بها في اليونان ضحية حتى الآلهة تحن عليه والسفن تجيب الريح إلى آخره. معناها إذن تحلت آفاق أخرى جديدة، أنه على الأقل ما نقولش اللي مهبل هذوما ناس في الجزيرة العربية يجيوا يدفنوا بنات محيين هكاك. لا، كانت ضحية إلى وهذايا الجذر وأدى يؤد جي من العطاء إلى ود إلى آخر ما اكتشفت. وكل وقت هذاك بدأت لي معناها حس بأنه التفسير والبعد الروحاني والبعد التفسيري متاع القرآن والبعد التعبدي أغفلنا حاجة مهمة جدا. كيفاش؟ معناها هل الوحي الذي معناها أهدي من الرب إلى العالمين لو غادي وقتها واللي جايين في المستقبل البعيد، كيفاش يقولون المفسرين أنه حكى على الجهة الغربية على الجزيرة اللي هي مصر، يحكي على فرعون وعرش ويحكي على مصر ويحكي على مصر بالكلمة بالاسم معناه، وحكي على الجهة الجنوبية اللي هي يحكي على اليمن ويحكي على حضرموت وملكة سبا ومرشية وكلها موجودة في القرآن. حكي على الجهة الشرقية جهة فارس وبابل، وكل كلمة بابل موجودة في القرآن معناها شياطين وبابل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، معناها الآية موجود بابل. علاش بتكلمش على البعد الشمالي؟ شبيه ما يعرفوش ربي، ما يعرفش البعد الشمالي، ما 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 ما, 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 ما لقاش فايده ان نحكي لنا عليه. سي حكي لنا عليه اولا الساعه، ثم قرب 1000 كلمه اخذها القران مباشره من لغات غير عربيه وخاصه من لغات شماليه. انتم كي تمشيو توا الاثينا زال حتى في اللغه العصريه اليونيه، اللغه العصريه كي تمشيو باليان في الفطول تلقاه مكتوب جوغروفيو، معنى كلمة زخرف أخذت كما هي من لغات غير عربية. وهذا مش أنا قلت، حتى السيوطي يقول عنده كتاب السيوطي اسمه المهذب فيما جاء في القرآن من المعرب، ويقول ثم كلمات حبشية ثم كلمات حتى بربرية، يقول حتى بربرية موجود، يقول ثم كلمات فارسية يونانية إلى آخره، معناها موجود كتاب متاع المفسر المعروف اسمه السيوطي اسمه المهذب في ما جاء في القرآن من معرب. إذا ما عندش حاجة جديدة، لكن أنا تعديت ثم ناس ما فهموش باللي هذه الكلمات ما هيش عربية. أعطيكم مثال في سورة الأعراف، سيماهم في وجوههم، أنا بابا كان يضربني ونيش فاهم علاش، خاطر نقول سيماؤهم يقولي ما ثمش همزة، يعطيني يضربني ما ثمش همزة. ثم ساعات نحيو الهمزة بالعاني نقولوا سماء في عضو نقولوا سماء، لكن هنا لا، هنا ما عندكش حق تقول سيماؤهم، يجب تقول سيماهم في وجوههم على وجوههم من أثر السجود. كلمة معروفة منين جاي؟ جاي من سما يعني علامة في اليونانية في القاموس الحالي، حتى الحالي اللي أعطت كلمة سيمانتيك وأعطت كلمة سيميوجي وغيرها 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 من الكلمات. أنا عديت في الكتاب هذا تقريب ما يقارب 1000، ثم ساعات أكثر من هكا. احنا كي نقراو اليونانية الإجراك ما ثماش في اليونانية، في الألف باء اليوناني ما ثماش إجراك، علاش فرانسيس هذيك العثمانة اللي هكا سموها إجراك، ما هيش إجراك، ما ثماش الإجراك، ما عندك كان الأو اللي في عود قراء إجراك، ثم بقعة
نسميوها احنا ميسانة، مدينة قديمة جدا اللي اعطت اليادة واعطت الأوديسة والكل، اسمها ميسان. كي تقرأها باليوناني ممكنة، ممكنة بالضبط مكة، خاطر زاد المفسرين فهمونا مكة اخترعت في القرآن، معناها الكلمة معناها ما ثم كان غادي. لا، ها نعطيكم واحد آخر، نعطيكم مثال ونأكد لكم هنا بالبروة اللي مكة موجودة من قبل، على خاطر في بعض الأحيان في 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 موقع واحد القرآن ما يقولش مكة، يقول مكة. اني نزلت ذريتي تتربى نزلت في واد زين، ان لا سمعوني، ان اول بيت وضع الناس للذي ببكة، ما يقولش مكة. احنا نعرفوا وهم كلكم تعرفوا اللي ثم بقعة تو موجودة اسمها بعل بك، يعني بكة بعل تو موجودة. اذا كانوا بك كما توا وقت اللي يمشي البلاد يسميها هو 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 سيد من أورليون، هاجر لأمريكا يجي نبقى نزل فيها يسميها نوفيل أورليون، هاي التوى موجود أخاطر حنين لك الوقت. يورك يسميها نيويورك، هو في يورك إنجلترا حنينا لهذا، خاطر هاجر من يورك كيف يمشي الترافيرس الأطلنطيك يبقى يبنيها ويقدها ويردها مدينة يسميها نيويورك، ما يورك الجديدة اللي بلاده هي من قبل. إذا كانت في البحر